وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات وقعتا اليوم الثلاثاء اتفاقية تهدف إلى وضع أفراد القوات المساعدة رهن إشارة وزارة العدل والحريات، ذلك من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العموميين داخل محاكم المملكة. في بعض الأحيان الناس عوض أن يحتكموا داخل فضاء المحاكم لقوة القانون منهم من ينزع إلى الاحتكام إلى قانون القوة، القوة الشخصية، وبالتالي لاحظنا أن هناك بين الفينة والأخرى بعض الاعتداءات التي يذهب ضحيتها بعض المواطنين داخل المحاكم، وأحيانا يكون هناك حتى تجاوزات في حق الأسرة القضائية. ومن هنا جاءت هذه المبادرة التي أمر بها جلالة الملك لكي يتم تزويد المحاكم بهذه العناصر، وذلك من أجل الحفاظ على أمن المحاكم. الاتفاقية تنص على تواجد أفراد القوات المساعدة بمختلف محاكم المملكة، خاصة في المحاكم التي توجد في المناطق التي تشكو فيها المصالح الأمنية قلة الإمكانات البشرية.